شهد مسرح الباور هاوس في مدينة سيدني ليلة عراقية فنية من الطراز المسرحي البديع، مسرحية انتبهوا القطار قادم التي قدمتها فرقة مسرح ساوى العراقية، أعادت لعشاق المسرح ذاكرة الأجواء الذهبية الخالدة للمسرح العراقي. المسرحية تتحمل كثير من الرموز والشفرات. المسرحية هو صراع بين من يرى النور خطوطا ذهبية وبين من يرى النور خطوطا دخانية. شمس شمس فدوى شمس مو وقت النوم شمس مو وقت النوم شمس قومي قومي تضيتين الضوء شمس شمس قومي رقصيانة لا شمس لا شمس شمس مضوية لي هسه يا جماعة شمس شمس عايشة ويانا شمس عايشة ويانا. المؤازرة الجماهيرية الكبيرة والحضور الإعلامي المميز لهذا العرض المسرحي تعكس رغبة العراقيين في أستراليا بالتواصل الفني مع قضايا وهموم وطنهم وما يمر به من تداعيات. أعمالنا المسرحية اللي قدمناها في أستراليا ونقدمها هي نوع من أنواع التحدي ونوع من أنواع قتل الاغتراب ومحاولة الالتصاق بالوطن والابتعاد عن تداعيات المنفى. احنا اجينا من أعماق القمار اجينا من أعماق القدر. خطر تنظيمات داعش الإرهابية الذي حل بالعراق كان ثيمة هذا العمل التي لم تترك دون وضع استنتاجات فنية وحلول معرفية لمواجهة هذا الخطر على كل المستويات وبمختلف الخطابات والأدوار. وإذا ما أكلت وكنا الدفعون ثمنه. الفنانون العراقيون في أستراليا لا يرون بدًا من محاكاة واقع وطنهم عبر أعمالهم الفنية التي يقدمونها على المسارح الأسترالية، فلكل قلب بوصلة كما يقول الشاعر، وبوصلة قلوبهم هي العراق بكل تفاصيله. افرحت فيها كثير، ترفض أدبنا وفننا المهجري بطريقة ساحرة. هي نقلة نوعية اللي احنا كنا نحتاجها نتيجة الظروف اللي يمر بها البلد والظروف الصعبة الحالية، وخصوصا احنا المغتربين العراقيين المغتربين نحتاج ان نتواصل ويا اهلنا بالعراق. يعني الاقبال مثل هيك خطوة كان بصراحة الى دور، اتمنى يعني كل التوفيق الى دكتور موفق والى كل كادر العمل، كانوا مبدعين.